واللي حال يصدمون في منهم ما يصدقون الحال انه اللي حال بعد طبيعتهم يحبون يقارنون، فلما يشوفون شنو عند اليهال الثانيين لما نجيبهم الديرة فقيرة ويقارنون يحمدون ربهم، وتصير وايد انه على اخر التور لما اقول لهم احمدوا ربكم واشكروا اهلكم تصير وايد يحضرون ابائهم ويبوسون راس امهاتهم، لان صدق حسوا لما يطلعون ياهل من عمرهم واقف هناك ويشوفون هذا بيتها وهي مو حاصله تدرس وهذا المايل هي تشيله كل يوم. وصراحة تجربة جدا فريدة لما أنا جيت انصدمت كون هذا كله مسوينه حق عمل تبرع، يعني مو مثل افتتاح مطعم ولا مجمع ان احنا نشوف هالشيء الرائع وهالتعب كله والانتباه للتفاصيل حق عمل خيري، صدق شيء يبرد القلب ووايد يصير في ناس تطلع تبكي في ناس تطلع متأثرة. واتمنى يعني تخوضون معنا هالتجربة وتجربون صدق لذة ان انت تصدقون هالشغلة.